إذن تجربتنا اليوم عن الإمبلس ريسبونس أوف لينير تايم انفاريانت سيستم. طبعاً المقدمة عن الماتلاب شوية، يعني مثل ما حكينا قبل التجربة السابقة وبشكل عام تعرفوها من المرحلة الثانية بشكل عام، أنتم يعني دارسين الماتلاب نوع من التفصيل. فنبدأ إن شاء أحمد، الله بالتجربة. نعم أستاذ الصوت كلش بعيد، ما واضح. ما واضح الصوت عيني؟ هسه واضح عيني؟ واضح عيني؟ شباب واضح الصوت؟ أكمل عيني قصي، صوتي واضح؟ أستاذ واضح من البداية يعني. يلا إن شاء الله. نعم، فإن شاء الله نبدأ هسه بالتجربة. اللينير تايم انفاريانت سيستم بشكل عام، يعني ايش نقصد باللينير تايم انفاريانت سيستم؟ اول شيء امبلس ريسبونس، نعرف هاي الريسبونس مال اي سيستم، حتى نشيك الريسبونس مال السيستم ننطي فد انبوت للسيستم ونشوف الاوتبوت. اذا العوامل الرئيسيه حتى نجري عمليه، يعني خلي نقول تيست لاي سيستم، احنا ننطي انبوت ونشوف الاوتبوت بنفس الوقت مع اخذ بالاعتبار الترانسفير فانكشن للسيستم. اذا بشكل عام لينير تايم انفاريانت سيستم نقصد به انه البروبرتيز مال الاوتبوت لاي سيستم يعتمد على الانبوت، البروبرتيز مال الانبوت للسيستم، يعني الخصائص اللي تميز بها الانبوت احنا نشوفها بالاوتبوت. اذا كان عندي الانبوت بشكل تقدر للانبوت تتميز مثلا بتايم شيفت معين او مضروبه بفاكتور معين، احنا لازم نشوفها بالاوتبوت. هاي معنى لينير تايم انفاريانت سيستم. شلون نفحص الامبلس ريسبونس للتايم لينير تايم انفاريانت سيستم؟ باستخدام اعاز الاي ام بي زد. فهنا يقول ان ماتلاب يو كان جنريت ان امبلس ريسبونس باي ا نمبر اوف ويز الى اخره، نستخدم الاي ام بي زد كوماند. طبعا شلون راح نبني البرنامج لاي سيستم حتى نقدر نمثل او نقدر نسوي الامبلس ريسبونس لينير تايم انفاريانت سيستم؟ نتبع هاي التعليمات التاليه او الخطوات التاليه. اذا الستيبس، اول شيء احنا راح ينطينا كتجربه او بالامتحان او من اي تجربه اي سيستم لازم يعطينا سيجنال فلو جراف لهاي السيستم. اذا اولا from the signal flow graph we should first find the differentiation of the system. انتم طبعا اختصاصكم كنترول، فتعلمتم من شلون توجدون الدفرنس ايكويشن من السيجنال فلو جراف او البلوك دايجرام لاي سيستم. يعني البلوك دايجرام بها انبوت بها اوتبوت بها فيدباك، الفيدباك طبعا بشيفت معين الى اخره. من خلال هاي الدايجرام او السيجنال فلو جراف نعرف شلون نكتب معادله الدفرنس ايكويشن لهذا السيستم. اذا اول خطوه مهم، طبعا هاي الخطوات الخمسه احنا نطبقها بالبرمجه وبالامتحان تحتاجوها، بس بعد يعني مره مرتين تطبقون يصير عندكم روتين، ما في شيء صعب. اذا from the signal flow graph we should first define the difference equation of the system. اذا اول خطوه نوجد السيجنال flow graph من السيستم. الشغله الثانيه يقول after that taking all coefficients of the output of the right side of the equation and all the input coefficient in the left side. ورا ما نكتب معادلة الـ differential equation نجي نعزل المعادلة إلى جزئين، إلى جهة اليمين، أي يعني نفصل المعادلة إلى جانبين، جانب right side وجانب left side. بالـ right side نخلي جميع الـ coefficient مال output، وبجهة اليسار نخلي جميع الـ coefficient مال الـ input كمعادلة الانبوت. اذا نعزل اي جزء من معادلة difference equation يحتوي على الانبوت نخليه بجهة اليسار، واي جزء من المعادلة يحتوي على الاوتبوت نعزله بجهة اليمين. هاي النقطة الثانية. اذا النقطة الاولى signal flow graph، نكتب معادلة difference equation من البلوك دايجرام او signal flow graph. الخطوة الثانية نسوي نعزل الكوافشنت مع الاوتبوت مع الانبوت، الاوتبوت على جهة اليمين والانبوت على جهة اليسار. الخطوه الثالثه storing all input coefficient in one vector called b، نسوي في الفيكتور بسيط
كنت مع الانبوت. الخطوة الرابعة نسوي vector مثلا، طبعا vector مع الانبوت نسميه بي مثل ما مكتوب عندنا هنا، نسوي اي رمز بس هاي للتسهيل. احنا فور اكزامبل نسوي مثلا نسمي الفيكتور مال الكوافيشنت مال الانبوت نسميه بي، والفيكتور مال الاوتبوت اللي نخليه داخل الكوافيشنت مال الاوتبوت نسمي مثلا فيكتور اسمه اي. الخطوة الخامسة نجري عملية الامبلس ريسبونس باستخدام جهاز اي ام بي زد which can find the impulse response of any linear time invariant system. الفيكتور الناتج نسميه مثلا بال H H او اي رمز، احنا فور اكزامبل استخدمنا هاي الرموز. هسه بدنا نعرف شلون نكتب اعاز الامبلس ريسبونس اوف لينير تايم انفاريانت سيستم بالماتلاب. عندنا طريقتين للكتابة، اما نكتبها كاي قوس يعني مربع فيكتور H و T يساوي اعاز ال I M P Z P و I. ال B كفيكتور يمثل عندي الكوافيشنت مع الانبوت، والاي يمثل الفيكتور مع الكوافيشنت مع الاوتبوت، والاج هو الفيكتور الناتج، والتي او هنا راح يكون عندي ان زياده سنجي التي يعني التايم الفاريانت مع السيستم. الكت راح ناخذ كم ديسكريت تايم راح ناخذ. اذا اما نكتب هاي الطريقه او نكتب بهاي الطريقه. اوكي هسه عندنا في المثال نريد نطبق. طبعا هنا ال N نسيت اقول انه ناخذ كم سامبل نحتاج حتى نشيك على السيستم. ال N ممكن 10 ممكن 100 ممكن 1000 ممكن 2 ممكن 5 الى اخره، هي انتجر فاليو. هسه راح نشوفها بالبرنامج. نجي نطبق اوبجيكتيف معين يقول رايت ا مات لاب بروجرام تو فايند ذا امبلس ريسبونس اوف ريسبونس عفوا اوف ا لينير تايم انفيرس سيستم ديفاين باي ذا بريس ايكويشن. انطانا هذا السيستم، هذا السيستم هي سيجنال فلو جراف او بلوك دايجرام لهذا السيستم، بها انبوت وبها اوتبوت بها فيدباك بمقدار شيفت بمقدار واحد راجع للادخال وبعدين الاخراج. اذا عندي ادخال وعندي الاخراج انبوت واوتبوت وعندي فيدباك. اول خطوه شو نسوي مثل ما شفنا بالستيبس، اول شيء من السيجنال فلو جراف او بلوك دايجرام نكتب معادله الدفرنس ايكويشن. شلون راح نكتب معادله الدفرنس ايكويشن؟ جدا سهل، انتم حتى ماخذينها بالكنترول. ال y of n شو راح يساوي؟ مبدئيا راح يساوي x of n بما انه عندي فيدباك اذا ناقص 0.9 مقدار الشيفت من ال y of n. يعني راح يصير عندي y of n يساوي x of n، هاي اشاره ناقص راح تيجي هنا، هاي قيمه الفاكتور قيمه الايرور او الفيدباك 0.9، y of n minus z minus 1 هنا. اذا عندي اكثر من فيدباك اذا راح يصير عندي اكثر من حد، هاي انتم تعرفوها ماخذيها بالكنترول. اذا اول شيء كتبنا معادله ديفرنس ايكويشن y of n يساوي x of n ناقص 0.9 y of n minus 1. الخطوه الثانيه نعزل الكوافيشنت مال الانبوت ومال الاوتبوت، مال الاوتبوت نخليه بجهه اليمين ومال الانبوت نخليه بجهه اليسار. اذا x of n راح نجيبها على جهه اليسار والy of n نعزلهم كلهم نجمعهم بجهه اليمين، اذا صار عندنا الساعه عزلنا. الخطوه اللي بعدها جميع الفاكتورز او الكوافيشنت مال الانبوت نخليها بفيكتور واحد نسميها باي. اذا جهه اليسار اللي تحتوي كم قيمه لل x of n يعني كل انبوت كفيكتور واحد عندي، اذا معامل هو x of n هو واحد. تعرفون الواحد ما ينكتب، اذا خلينا فيكتور واحد. طبعا هنا اقواس مجموعه، احنا بس بالماتلاب بالبرنامج نكتب اقواس مربعه. الاوت كوافيشن عندي واحد وعندي 0.9. اذا عندي واحد عندي 0.9 هي يعني. اذا هذا الفيكتور واحد اي وهذا الفيكتور عفوا هذا فيكتور بي وهذا فيكتور اي. نجي نكتب البرنامج. اذا سي ال سي هذني للعادي يعني يكتبه للكلير والكلوز. ال n هنا كم سامبل احنا نريد؟ 10 100 20 ما عندنا مشكله، حندخل 10 هنا بالبرنامج. اذا طول السامبلز ايش قد او الاشاره للسيستم يعني هي عباره من الصفر الى n minus 1 يعني 10 اللي بدينا من الصفر. ال b هنا ندخل الانبوت يعني كوافيشنت مع الانبوت ندخل واحد، وهنا ال a مثل عندي الفيكتور كوافيشنت للاوتبوت. بعدين ال a مثل ما قلنا هنا، هنا عندي الاتش يعني الفيكتور الناتج راح يساوي نستخدم اعاز الاي ام بي زد اللي هو لينير تايم انفاريانت سيستم.
or any system. إذن vector b vector i وطول ال samples. طبعا هذا السيستم حتى ديجيتال والبقية الشغلات هي الاكس تيبل والواي ليبل والتايتل والبوليت ان. هالشكل راح يطلع. نجي نطبق. المفروض تطلع عندي هاي الاشاره. نجي على الماتلاب. انا كتبت البرنامج يعني مثل ما موجود عندنا بالشيت. الان كابيتال انبوت عندي ولين سوال من صفر الى طول السامبلز. فيكتر عندي البي وعندي الاي وعندي اعاز الاي ام بي زي. نطبق ننفذ البرنامج. ننفذ البرنامج. هسه هنا عندي طول الفيكتر او السامبلز عفوا نمبر اوف سامبلز 10 انت. بس انتبهوا هنا من ندخل الفيكتورات الكوفيشنت مال الانبوت ومال الاوتبوت نكتب ما مباشره نكتب الرقم، نكتب اقواس مربعه بعدين بداخل اقواس مربعه راح نكتب الكوفيش. عند الانبوت اللي هو البي بها بس قيمه واحده انتر، وعندي الاي قيمتين اللي هي عند الواحد سبيس 0.9 انتر. يعني طلع عندنا مثل ما عندنا ب بالشيت. اذا نشوف عمليه جدا سهله نقدر نفحص او نقيس الانبوس ريسبونس لاي سيستم باستخدام اعاز الاي ام بي دي باستخدام هاي الخطوات. الخطوات انه اولا من السيجنال فلو جراف او البلوك دايجرام نكتب معادله ديفرنت اكويشن، بعدين بنور ما اكتب اعزل الكوفيشنت مع الانبوت ومع الاوتبوت. مع الاوتبوت اخليه بجهه اليمين ومع الانبوت اخليه بجهه اليسار. ممكن العكس ما عندنا مشكله، بس احنا الصوره حنثبت على طريقه واحده ونبدا نسمي فيكتورات. فيكتور بي نخلي بها الكوفيشنت مع الانبوت، وفيكتور اي نخلي بها الكوفيشنت مع الاوتبوت، وبعدين نجري عمليه اللينير تايم انفيرينت سيستم باستخدام اعاز اي ام بي زد. طبعا عندكم كلاس ورك هاي المعادلات. هاي المعادلات مباشره ماخوذه من سيجنال فلو، عده سيجنال فلو جراف او عده بلوك دايجرام. نفس الطريقه تعزلون وتبنون الفيكتور تصيرون هاي الاعازات. وعندكم هاي الديسكشن. اذا تجربه سهله ما بيها اي مشكله. اي واحد عنده سؤال انا حاضر. اي سؤال طلاب عيني؟ اوكي عيني. بالنسبه للتقرير ست طيبه هي المسؤوله عن جمع التقارير، او تصور اتفقت معاكم على اليه استلام التقارير، فما عندنا اي مشكله مثل التجربه الاولى ان شاء الله. تجربه سهله. نعم عيني. متفقين معها استاذ على اليه معينه. اتفقت هي قالت يعني اتفقنا وما عندكم مشكله ان شاء الله. اي استاذ متفقين معك ان شاء الله. ان شاء الله. اللي عنده سؤال يسال بس على ما اخذ الحضور.